الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيسألني بكم الموضوع في المجلس الأول إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في أكل الفقراء. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سكينة عن أبيه عن جده قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقراء. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا بهذا الوجه. وإبراهيم بن عمر بن سكينة روى عنه ابن أبي جليل، ويقال بريه بن عمر ابن سكينة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في أكل الحبارى. وذكر هنا في هذا الباب حديثا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث عن إبراهيم بن عمر ابن سفينة عن أبيه عن جده، يعني سفينة، أنه قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبار. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ذلك، لأنه يقول أكلت معه كذا، يعني أنه أكل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل. إلا أن هذا الحديث لا يصح. أولا، فيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي، وهذا له مناكير. قال الإمام البخاري في إسناده مجهول، والإمام ابن حبان رحمه الله تعالى قال: لا يحل الاحتجاج بخبره بحال. ذكر هذا في كتابه المجروحين، ذكر هذا في كتابه في هو ذكره في الثقات، ولكنه قال يخطئ أو يخطئ كثيرا، وذكره في المجروحين أيضا، وقال فيه لا يحل. طبعا وذكر خبرين، هذا الخبر وذكر خبرا آخر، وقال لا يحل الاحتجاج بخبره بحال. وأما الثاني فهو إبراهيم بن عمر بن سفينة، و نعم هو هذا الذي قال فيه لا يحل رواية خبري بحال. الثاني إبراهيم بن عبد الله أو إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي، وقال هذا في أحدهما. والثاني إبراهيم بن عمر بن سفينة مستور، قال فيه ابن حجر رحمه الله تعالى، قال فيه مستور، قال عن أبيه وأبوه عمر بن سفينة صدوق، وأما جده رضي الله عنه فإنه يعني سفينة. على كل حال الحديث، وحتى الفضل ابن سهل الأعرج هذا صدوق، يعني الإسناد ليس فيه أي موضع قوة، يعني أحسن أحوال من في إسنادهم من كان صدوقا، وكلا الإبراهيمين هنا ضعيف. وإبراهيم ابن سفينة يقال له بريه، يعني لما تبحث عنه قد لا تجده إلا باسم بريه. بريه هذه منحوتة من إبراهيم، يعني هذا نوع من الترخيم، يقال بريه لإبراهيم كما يقال دحيم لعبد الرحمن. بريه يقال بريه لإبراهيم كما يقال هداب لهدبة، ودحيم لعبد الرحمن، وبعض الناس يقول دحام. جزاك الله خير. فهذا يشتهر بكلم ببريه. وابن حجر ابن حبان ذكره في الثقات باسم بريه، وذكر إبراهيم، ربما على أنهم اثنان، لكنه حكم على الاثنين بأنه يخطئ فيما روى عن والده. على كل حال الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الإمام الترمذي قال هذا حديث غريب، يعني ضعيف، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا الوجه فيه الضعفاء، إذن فهو حديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الشواء. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار
أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه، ثم قال إلى الصلاة وما توضأ. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وأبي رافع، هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم. أما هذا الباب فقال باب ما جاء في أكل الشواء. النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هم يذكرون مسألة أكل الشواء أو أكل اللحم المطبوخ والمطهي والذي أنضج، يذكرونه في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هذا الطعام، ويذكرونه أيضا في قضية في الطهارات، مثلا ما يذكر في باب الطهارات في قضية أنه كان يأكل هذا ثم يعني يقوم يصلي ولا يتوضأ. أما هذا فقد جاء من حديث أم سلمة أنها أخبرت عطاء أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. يعني هنا في الباب أراد أن يتكلم عن الجنب المشوي، وإن كان الحديث يدل على هذا ويدل على هذا. قال في الباب عن عبد الله بن الحارث المغيرة رابعا، كلها شواهد صحيح، لكن يعني حديث أبي رافع ليس في ذكر الجنب، فيه ذكر البطن. إيه نعم، كلها شواهد لقضية الشواء وأنه عليه الصلاة والسلام. المهم أن هذا لا يؤثر في، لكن يستحب يعني لو أن إنسانا توضأ من أكل الشواء أو من أكل الذي أنضجه اللحم فإنه يجوز له ذلك. أنتم تعلمون أن الوضوء هو عبادة، ومثلها الأصل الإنسان لا يحدث هذه العبادة إلا بسبب شرعي. فمن الأسباب المشروعة للوضوء أن الإنسان يأكل اللحم الذي أنضجته النار بشواء أو بطبخ أو غير ذلك. إلا الإبل فإنه يجب حينئذ الوضوء مما أنضجته النار أو لم تنضجه النار. يعني لحم الإبل يحتاج معه الإنسان إلى وضوء سواء كان أنضجته النار أو لا، بخلاف بقية اللحوم فإنه إنما يعني يتوضأ الإنسان مما أنضجته النار إن شاء. وتكلمنا على هذا في أبواب الطهارة. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حسن صحيح غريب من هذا الوجه، هو الحديث في الجملة صحيح، وأظن حتى الحديث في صحيح مسلم صحيح. أشهد أني بطن شام. أي حديث أبي رافع في صحيح مسلم. نعم تفضل. قال رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا. حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا. وفي باب عن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس، هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر. وروى زكريا بن أبي زكريا وسفيان الثوري وغير واحد عن علي بن الأقمر هذا الحديث، وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن الأقمر. نعم. قال باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا، وهنا كراهية متكئا على التنزيه فقط، يعني من باب الأدب وليس من باب التحريم. والمتكئ هو الذي يعني يجعل حمله على إحدى يديه أو على كلتيهما، إما على الأرض، وهذا الذي يكون قد اتكأ على الأرض أو على الوسائد، وإما على فخذيه، وهذا الذي يسمى المتربع. واضح؟ بعضهم فسر الاتكاء بالتربع، وبعضهم فسر الاتكاء أن يجعل يعني مرفقه على الوسائد. وقالوا إن علة ذلك أن هذا يؤدي إلى أن يكبر بطن الإنسان وأن يتوسع في الطعام، يعني يأكل أكثر، بينما إذا جلس جلسة المستوفز يعني أقام ساقه وجلس على الرجل الأخرى أو جلس على كلتا رجليه مثل جلسة التشهد، فهذا يكون الأكل فيه يعني أقل، والإنسان لا يستطيع أن يطيل هذه الجلسة، بخلاف جلسة التربع فإنه يستطيع أن يستمر فيها، أو كذلك جلسة الاتكاء. فبعضهم اعتبر أن هذا من باب الطب، لأن هذا يؤدي إلى أضرار على الإنسان إذا أكل واستمر في الأكل، وبعضهم قال لأنه يؤدي إلى ظهور البطن،
ومنهم من قال بأن هذا من باب الترفه. لذلك جاء في سنأتي إن شاء الله تعالى إلى إحدى الروايات التي أشار إليها الترمذي أن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون نبيا رسولا فاختار أن ملكا رسولا أن يكون عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا فلم يأكل بعده متكئا. هذا يدل على أن هذا الفعل يعني فيه نوع من ترك التنعم والترفه. إذن يمكن أن تكون كل هذه العلل تمنع النبي عليه الصلاة والسلام من أكل الأكل متكئا، وكل هذه العلل ليس فيها شيء يجعل الأمر محرما، فهو من باب الأدب ومن باب التنزيه. طيب، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث قتيبة عن شريك. قتيبة هو من كبار شيوخ الإمام الترمذي. هو صحيح أنه تأخرت وفاته لأنه عاش 90 سنة، لكن هو ولد 150، يعني هو من الكبار، يعني ولد سنة 150، هذا يعني يعتبر إيش؟ يعتبر من الكبار جدا بالنسبة للإمام الترمذي، بل من كبار شيوخ شيوخه حتى، يعني هو يعني هذا ممن روى عنه الإمام مسلم والإمام البخاري إلى آخره. فقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني البلخي أبو رجاء من الذين يعني يصل بهم الإمام الترمذي إلى الأسانيد العالية، فهو يروي من طريقه عن مالك، وكما ترون يروي من طريقه عن شريك، وهذا إسناد رباعي، لكنه وهذا من أعلى ما يقع للإمام الترمذي من حيث العدد، ولكنه ليس العلو المعنوي، هو علو حسي، يعني 4 فقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس علوا معنويا، لأن شريكا فيه ضعف، لأنه يعني وإن كان صدوقا فهو كثير الخطأ. وعن علي بن الأقمر، نلاحظ هنا أن الحديث من حديث علي بن الأقمر عن أبي جحيفة، هذا الحديث فقط مروي من حديث علي بن الأقمر عن أبي جحيفة. الآن من دونه كثر من روى عنه، الإمام البخاري روى هذا الحديث، والإمام مسلم روى هذا الحديث، وكل منهما كل واحد منهما روى هذا الحديث عن الإمام، يعني الإمام البخاري والإمام مسلم كل منهما روى هذا الحديث من حديث هنا قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه، قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر. فالأئمة رووا هذا الحديث، لكنهم رووا هذا الحديث عن جماعة، يعني الإمام البخاري رحمة الله عليه روى الحديث من طريق أبي نعيم عن مسعر عن علي بن الأقمر، وروى الحديث أيضا من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور. لاحظ الآن إسناد أعلى ولا أنزل، صار طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن علي بن الأقمر، أيهما أعلى، إسناد البخاري ولا إسناد الترمذي؟ الترمذي، لكن البخاري رواه من طريق أبي نعيم. ونلاحظ هنا يعني عندما روى عن أبي نعيم، أبي نعيم الفضل ابن الدكين، هذا إيش؟ من كبار الشيوخ، يعني أنا أتكلم نحن الآن بالنسبة للكبار، بالنسبة للطبقة، لما البخاري يروي بطبقة عالية يعلو إسناده، واضح؟ عثمان بن أبي شيبة هو من شيوخه ومن شيوخ الإمام مسلم، ويروي عنه الإمام مسلم كثيرا، من أكثر الشيوخ الذين روى عنه الإمام مسلم، لكن البخاري روى عنه أبي نعيم عن مسعر عن علي بن الأقمر، فهذا تقريبا متساوي، لكن نتكلم عن قوة الإسناد، الإسناد أقوى والعلو أعلى. نعم استويا في العلو، لأن هذا روى عن يعني الإمام الترمذي رحمة الله عليه روى عن قتيبة عن الشريك عن علي مباشرة وصار رباعي، الإمام البخاري أعلى. نعم هو روى بنفس العدد لكن الفرق أبو نعيم ومسعر أعلى درجة من من قتيبة ومن يعني عفوا من يعني مسعر أعلى درجة من شريك، لكن البخاري في الرواية الثانية نزل درجة. لماذا نزل هذه الدرجة؟ لأنه يعني رضي الله عنه رحمه الله يروي عن أكثر من شيخ الحديث المعين، وإن كان الترمذي طبعا مكثر، لكن الإمام فما عنده مشكلة أن ينزل درجة، فروى عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن علي بن الأقمر، كل هؤلاء رووه عن علي. ذلك الإمام الترمذي إيش قال؟ قال لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر، يعني كل هؤلاء الذين رووه أيضا رووه من طريق إيش؟ علي ابن الأقمر. الكلام كله الآن عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكله متكئا، وجاء من طريق أخرى، لكن أما إني
لا أكل متكئا أو كلمة أو يعني أو جملة قريبة من هذا أو نحو هذا. لا أكل وأنا متكئ. مش هيك؟ لا أكل وأنا متكئ من أي طريق؟ أي بس لا أكل وأنا متكئ. لا أكل وأنا متكئ. نعم. إذن الطريق طريق عثمان بن أبي شيبة لا أكل وأنا متكئ. طريق عثمان بن أبي شيبة لا أكل وأنا متكئ. أما طريق الأول اللي هو طريق أبو نعيم لا أكل متكئا. إيه نعم. فالشاهد من الكلام أنه على الصورتين. الحديث رواه الإمام البخاري. أظن مسلم ما يسأله رواية هنا مش هيك؟ ما أظن له رواية. على كل حال قال وروى زكريا بن أبي زائدة وسفيان بن سعيد يعني الثوري وغير واحد عن علي بن الأقمر هذا الحديث، وروى شعبان عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن الأقمر. الآن سفيان عن شعبة، يعني أن الإمام سفيان روى هذا الحديث عن علي بن الأقمر مباشرة، وروى الحديث عن علي عن عن عن, عن شعبة إيش؟ عفوا روى هذا الحديث قلنا إيش؟ نعم سفيان وغير واحد عن علي بن الأقمر وشعبة ممن روى هذا الحديث عن سفيان شيك؟ نعم. إذا مدار هذا الحديث نتكلم الآن عن هذا الحديث، مدار هذا الحديث عن من؟ عن علي بن الأقمر. وأثبت هذا أيضا روايات حتى الإمام البخاري رحمة الله عليه أنه اختار الروايات كلها أيضا من طريق علي بن الأقمر. طيب بقي عندنا أمر، أما أنا فلا أكل متكئا. لماذا لم نعتبر أن هذا تحريم؟ أما أنا فلا أكل متكئا. ها؟ لا، هي هذه الكلمة تحتمل النهي وتحتمل النفي. لا أفعل كذا تحتمل هذا وتحتمل هذا. تفضل. هذا نوع من التخصيص. نعم. أما أنا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن قضية الثوم بالبصل. نعم. أما أنا في أتيني صاحبي. نعم. يعني يحتمل أن يقول أن يقال في هذا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا فلا أكل متكئا. ويحتمل النهي، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك وهو أولى الناس بما يعني يقتضي الراحة والترفيه، فهو خير الناس وأفضلهم عند الله عز وجل، فيحتمل النهي. لذلك قال بعضهم بأن هذا نهي، لكن لم يقل أحد من العلماء بأن هذا يدل على التحريم. نقل الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه مراتب الإجماع الاتفاق، قال اتفقوا على إباحة الأكل والشرب في غير حال القيام. إيش نفهم من هذا؟ قال اتفقوا على إباحة الأكل والشرب في غير حالة القيام. اختلفوا في إيش؟ اختلفوا في القيام، لم يتفقوا في القيام، لكن لم يختلفوا في غير القيام. يعني بمعنى أنه لو أكل إنسان متكئا أكل جالسا إلى آخره، فهذه ليس فيها خلاف. الخلاف فقط في أي شيء؟ في حال القيام. اختلفوا في القيام، منهم من قال لا يجوز، منهم من قال يكره، منهم من قال يجوز. واضح؟ أما في غير حال القيام فقد اتفقوا. يقول هو اتفقوا، وابن حزم في كتاب مرات الإجماع بالذات حاول أن ينقل ما يعلمه من الاتفاق، وذكر في نهاية الكتاب آخر يعني كلمات الكتاب بأنه ترك مما نقل من الإجماع غير ما ذكر. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقد مراتب الإجماع في آخر الكتاب لم ينتقد هذا، وبالتالي أقره على هذا الإجماع. فقوله هنا كراهية الأكل متكئا يعني على باب إيش؟ على باب التنزيه. هذا الذي جعلنا نقول مثل هذا القول، والله أعلم. نعم. الباب نعم في الباب عن نعم في الباب عن علي هذا متغير مناسب. يعني الذي ذكره صاحب النزهة ليس له علاقة في قضية الأكل متكئا، له علاقة في الأكل بشكل عام، بس ما له علاقة في الأكل متكئا. ثانيا حديث عبد الله بن عمرو هذا شاهد ما رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا. ما رؤية يعني نشهد، لأن قال ما رؤية، هو ما قال ما ليس فيه ما لا أكل متكئا أو لم أما أنا فلا، لكن فيه أنه ما رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا. ثالث نعم حديث ابن عباس هذا عند النسائي أن بخير الرسول صلى الله عليه وسلم بل أكلم عبدا نبيا قال فما أكل بعد تلك الكلمة. أيوة. متكئ. إذن نلحظ من هذا من معاني من خلينا نقول من ما يدل على علة ترك الطعام متكئا.
وهذه العلة لا تفيد التحريم وإنما تفيد التواضع، لأن قال إنه لما خير النبي صلى الله عليه وسلم واختار أن يكون عبدا يعني في هذه الحال، الآن يعني مع هذا الاختيار صار طعامه وجلوسه وطريقة جلوسه على هيئة العبد. وجاء في رواية أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد، والمقصود بجلوس العبد هو جلوس اللي احنا بنسميه الافتراش، اللي هو جلوس كيف جلوس التشهد في الجلسة الأولى، هذا هو جلوس العبد. أو أن يجلس هذه الجلسة ولكن ينصب القدم اليمنى، يعني نصب القدم، قبل قليل واحد من إخواننا كان ينصبه ولا كان أشرنا، فنصب القدم اليمنى يعني أنه يعني يجعل الفخذ على الصدر ويجلس على الإيش على الرجل اليسرى، هذا أو الافتراش، كلاهما يعتبر من جلوس العبد. وهذا فيما يبدو والله أعلم هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن يعني يقول ولا يفعل، وإنما كان اختيارا حقيقيا ونفذ هذا الاختيار وطالت حياته على تلك الحال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى توفي عليه الصلاة والسلام ما كان ينام على الناعم ولا كان يفترش الناعم ولا كان يغطي نفسه بالناعم ولا كان يمشي في ناعم ولا كان يركب في ناعم، يعني بمعنى أنه حتى الركوب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت سرجه من يعني ولا كان يضع الحرير ولا كان يلبس الحرير إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل. حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان واحمد بن ابراهيم الدرقي قالوا حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه علي بن مسلم عن هشام بن عروه، وفي الحديث كلام أكثر من هذا. نعم، نلحظ هنا أن الإمام الترمذي رحمة الله عليه هو رجل فقيه ومن أفقه من أفقه أصحاب مصنفات الحديث، وهذا ظاهر جدا في تصرفاته، فهو أولا يعني يتفقه بما ذكر من الحديث ويبوب التبويب الموضوعي والفهرس الموضوعية، ويذكر أقوال الفقهاء مسندة إليهم، فهذا كله من يعني إشارات والدلائل على فقهه. ونلحظ هنا أنه بعدما ذكر ما سبق من التنشف والتزهد في الجلوس في الطعام، خشي أن يعني أن يكون هناك غلو في هذا الجانب بالنسبة للأمة، فأراد أن ينبه الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكره هذا الناعم من الطعام، كان يحب الحلوى والعسل. هذا الأمر يعني على ماذا يدل؟ على أنه لا يجوز للمسلم أن يختار الأسوأ في الطعام، لا، ولكن على أن لا يكون ذلك على وجه التنعم، يعني أنت يمكن أن تأكل الحلوى لكن بقدر، يمكن أن تأكل العسل بقدر. كان يحب بعض الطعام عليه الصلاة والسلام، و إذا قيل كان كذا أحب إليه فهذا لا يعني أنه أحب إليه الطعام في الجملة يعني مطلقا، فمثلا كان أحب اللحم إليه الكتف مثلا، لكن هذا ليس أحب الطعام وإنما أحب اللحم. كان أحب الحساء إليه مثلا في الحساء، ماذا كان يحب؟ كان يحب مثلا القثاء، كان يعني كان ينقب عن القثاء يأكله مثلا، يحبه إيش؟ الدباء. نعم، الدباء وليس القثاء. كان يحب مثلا الثريد عليه الصلاة والسلام، يحبه جدا، يقدمه ثريد الخبز ويعني أنواع وثريد المرق جاء عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك النصوص، وكان هذا غير متيسر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه بشر أصحابه في حديث مسعود أنه يعني أبشروا يعني كيف لأحدكم إذا جاء عليكم زمان، كما قال عليه الصلاة والسلام كلمة نحو هذه، يعني يغدى على أحدكم بثريد خبز ويعني يراح عليه بثريد، أو يغدى عليه بثريد ويراح عليه بثريد، فقالوا: أنحن اليوم خير أو يومئذ؟ فقال: بل أنتم اليوم خير، اللي هو القلة. فالثريد يعتبر من الطعام الفاخر جدا، وهكذا. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام
يعني يعني يقدم إليه الطعام الفاخر مثل الشواء إلى غير ذلك، لكن ما كان عليه الصلاة والسلام يستكثر من ذلك. حديث الشفاعة أحدنا الآن مشهور في كلام الناس وعامة الناس، إذا حضر الدرس بطل الدرس، شيك؟ مش هذا اللي بيقولون عامة الناس الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام متى قال حديث الشفاعة؟ تعرفون حديث الشفاعة المشهور حديث أبي هريرة لما قال إذا جمع الله الأولين والآخرين، متى قال هذه الكلمة؟ قدم إليه الذراع وكان يعجبه الذراع فنهس منها نهسة ثم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة. هذا الحديث، وذكر حديث الشفاعة كاملة بعد نهسة من هذا، يدل على إيش؟ أنه نعم هو يحب الذراع، لكن هذا لا يشغله عن أمر دينه ولا يستكثر من هذا الذي يأكله. هذا الحديث عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، جاء هكذا مختصرا الحديث الصحيحين، لكنه ذكر هنا إيش؟ مختصرا كان يحب الحلواء والعسل. والبخاري طبعا حديث من حديث أبي أسامة، رواه البخاري عن أبي أسامة، جمع عن أبي أسامة، يعني البخاري رواه من طريق جمع عن أبي أسامة، ومسلم أيضا رواه من طريق جمع عن أبي أسامة، كله من طريق أبي أسامة. قال هذا حديث حسن صحيح غريب، يعني من جهة أبي أسامة، في الحديث من أبي أسامة فما فوق واحد، لكن تحت أبي أسامة هناك جمع. طيب كيف نجمع بين حسن صحيح غريب؟ ونحن قلنا إن كلمة غريب تعني إيش؟ لا، غريب إذا قال حسن وغريب تعني إنه في انفراد في الإسناد، هناك راوي لم يروي غيره، لم يشاركه أحد في روايته. قلنا إذا قال حسن صحيح غريب فهذا يدل على أنه صحيح باعتبار وحسن باعتبار، فهو حسن صحيح غريب باعتبار من أبي أسامة فما فوق، أبو أسامة حماد بن أسامة فما فوق، ولكنه حسن باعتبار كثرة الطرق عن من؟ عن أسامة، الذين رووا عن أبي أسامة حماد بن أسامة. فالإمام البخاري روى من طريق جمع عنه، والإمام مسلم روى من طريق جمع عنه. هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه علي بن مسهر عن هشام بن عروة، وهذا يعني أن الحديث من حديث أبي أسامة عن هشام، واضح؟ هذه طريق، والطريقة الأخرى ذكرها يعني لم يهمل، قال علي بن مسهر عنه، وفي الحديث كلام أكثر من هذا. الكلام أكثر من هذا حديث مشهور تعرفونه، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكرت عائشة في بعض الطرق، والحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم فيه اختصار وفيه إطالة، بعد ما ذكرت عائشة أنه كان يحب الحلواء والعسل، قالت بأنه دخل على حفصة وكان عندها عسل فشرب شربة وكان يحب العسل، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الجلوس عند حفصة، فحاولت عائشة أن تعرف القصة، فعرفت أن عندها عسلا، أهدي إليها عسل، فلم يعجبها ذلك، فجاءت بسودة، وفي رواية وفي الصحيح أيضا أنها كلمت سودة وكلمت صفية، حفصة بنت عمر هي التي عندها العسل، كلمت سودة كلمت صفية وقالت إذا جاء إلى إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فلتقل يعني إني أجد منك ريحا، ماذا أكلت؟ فسيقول لك أكلت عسلا، هذا لما يكون جاي منين؟ من عند حفصة، فقولي جرست نحله العرفط، يعني أكلت من شجر له رائحة كريهة، فظهرت الرائحة أين؟ في العسل. وقالت أيضا لصفية إذا يعني جاءك فقولي ذلك، اتفقوا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى سودة، قالت فوالله ما إن دخل الباب حتى كدت، يعني أول ما شافت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أنت لما شوف إنسان دخل الباب تشم ريحة منه ها؟ لا، قالت حتى إذا رأيت الباب فكدت أبادره بذلك فرقا منك، بتقول لعائشة رضي الله عنها، الحديث عائشة هي التي تروي كل القصة، بتقول حتى إذا دخل الباب كدت أبادره فرقا، كانت بتقول له ريحتك، طب أنت لسه ما شميت، ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة كان لها صولة يعني،
مع أنها كانت أصغر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان لها رضي الله عنها صولة لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، مكانتها عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل عليها ذكرت، ولما دخل على صفية ذكرت، وكان ليلة عند عائشة فقالت له ذلك، فقال يعني فمنع نفسه من ذلك، قالت سودة والله لقد حرمناه، فقالت لها اسكتي. عائشة تقول لي سودة. فالشاهد من كلام هذا، هذه يعني القصة، وطبعا هناك تفاصيل أخرى، فهو ذكر هنا وفي الحديث كلام أكثر من هذا. هذا إخواني من الأمور، من المساء أو من الأمور التي يتجاوز فيها بين الضرائر، يعني الضرائر يقع منهن هذا وهذا يتجاوز فيه، ويبغي على من عنده نساء أن يعرف هذا وما يكون شديد في هذا الموضوع، لأن الطبيعي أنه ممكن الضرائر يحصل منهن هذا الشيء، وأن لا يعتبر أنه رجولة الرجل أنه النساء يخشينه في الغيب كما يخشينه في الشهادة. هذه ليست رجولة، وإنما هذه عبارة عن يعني نوع من الجبروت، يظن نفسه إلها، يريد أن يفعل معه في الغيب كما يفعل معه بالشهادة. طيب فيه رجال في شهادته يعني يسائله، فأحمد الله أنك أنت لما المرأة أمامك ما تسوي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقدح ذلك، بل على العكس أمامه كانت تحصل أشياء، ما كسرت القصعة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فضبط نفسه وقال طعام بطعام، قصعة بقصعة وطعام بطعام، وقال عن التي كسرته غضبت أمكم أو غارت أمكم. ولذلك أئمة الإسلام يعدون ما يقع من النساء بسبب الغيرة متجاوزا عنه، حتى لو كان أمرا قد يؤدي إلى الكفر في بعض الأحوال. وذكروا عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ذكروا عن عائشة رضي الله عنها أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إني أعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي غاضبة، فقالت فماذا يا رسول الله؟ قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غاضبة قلت لا ورب إبراهيم، قالت والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. يعني أنه ما يحصل منها شدة عليه. كذلك كون النبي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يهجرنه اليوم إلى الليل، لما النبي عليه الصلاة والسلام هجر نساءه ويعني ترك نساءه ثم خيرهن، في قصة من حديث عمر أنه ذكرت له ابنته، ذكرت له زوجته إن إحداهن لا تهجره اليوم إلى الليل، فذهب وسأل حفصة فعلم ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى خشي أن يكون طلق نساءه. فالشاهد كان يحصل من النساء، من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، في يعني كذلك يعني كون عائشة رضي الله عنها خافت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بعض نسائه في الليل وتبعته. فالعلماء تكلموا في هذه القضية وذكروا أن هذا مما يتجاوز فيه عن النساء الغيرة. فالذي ليس عنده فقه وعنده في ظنه أن هذه رجولة، إذا كان عنده نساء يريد أن يعني أن يعاملنه في الغيب كما يعاملنه في الشهادة، أو أنه يريد أن يكون يعني أن يعني أن تظهر له إحداهن أنها تحب الأخرى كما تحب أمها وأختها، وهذا الأمر يعني لا يتيسر دائما. فلا ينبغي على الرجل أن يظن أن الرجولة في فرض حتى المشاعر. هذا ما حصل، يعني انظروا كيف يعني الآن فعلت عائشة رضي الله عنها وتعاونت هي وبعض النساء على هذا الشيء، حتى يترك النبي عليه الصلاة والسلام الإطالة عند حفصة، لأن علمت السبب، واضح، وحصل هذا الذي حصل. ويعني سبحان ربي لا إله إلا هو. حديث الصحيحين حتى لا يظن واحد أنه الحديث وفي الصحيحين من طرق عن أبي أسامة، سبحان ربي لا إله إلا هو. ها هو ثابت عند حفصة في الصحيح، اي نعم ثابت في الصحيح عن حفصة، وجاء في بعض الروايات عن زينب، يعني جاء هذا وجاء هذا. طبعا القصة قصة الآية ذكروا فيها مسألة زينب، لكن المشهور هي قصة حفصة بنت عمر. الذين يعني الذين يرجحون قصة زينب لأنهم يعتبرون أن عائشة رضي الله عنها أن حفصة هي من لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا صفين، فكانت حفصة من صف عائشة،
فهذا مما كان يرجح أن يكون، لكن الظاهر والله أعلم أن الصحيح أنها قصة حفصة، لكن يعني الاحتمال قائم، لكن في الصحيح موجود أنها من أن حفصة هي التي حصل فيها قصة هذا، وجاء في بعض الطرق أنها زينب، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إكثار ماء المرأة. حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن طباخ قال حدثني أبي عن عقبة بن عبد الله المزني عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم لحما فليكفر مرقته، فإن لم يجد لحما أصاب مرقة وهو أحد لحمين. وفي باب عن أبي ذر: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضائل. ومحمد بن فضائل بن معبر، وقد تكلم فيه سلمان بن حرب، وعقبة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني. حدثنا حسين بن علي بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا إسرائيل عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخدعن أحدكم شيئا من المعروف، وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه القلب، وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واضرب لجارك منه. هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن أبي عمران الجوني. نعم، هذا الباب في مسألة المرق أو المرقة وما جاء في إكثار المرقة. المسألة في أصلها ثابتة، المسألة في أصلها ثابتة وإكثار المرق، لأن السبب في المرق هو المادة الموضوعة في هذا المرق، وإكثاره إكثار للطعام، وبالتالي فإذا أكثر الإنسان استطاع أن يأكل أن يطعم جاره. ولكن مع الأسف الشديد كلما تمدن الناس انقطعت بينهم العلائق. قضية إطعام الجار الآن هذا شيء يكاد يكون يعني قليلا، بل الآن الجوار ليس كالجوار في السابق. الجوار في السابق كان يكون الإنسان في بيت ويكون الجار بينه وبينه مسافة، إلا أن يكون طبعا الأهل يعني النساء الرجل واحد أو الإخوة، وإلا الجيران غالبا كانت تكون بينهم المسافات، تكلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فكان الإنسان يأكل ويبعث ببعض الطعام لجاره. الآن الأمر مختلف، يعني ذكر لي أن الآن الجيران يكونون في نفس العمارة والشقة الباب بالباب، يعني الإنسان الذي يصعد من الدرج لا يدرى أن يذهب إلى هنا أو إلى هنا من كثرة القرب في هذا، ومع ذلك لا يعرف أحدهم جاره. فذكروا لي أن يعني أصحاب بيت سافروا إلى الخليج ويعني مكثوا أشهر، ثم لما عادوا وجدوا أن البيت مفتوح، أنه لا يوجد في البيت شيء، كل ما في البيت قد رحل. ما الذي حصل؟ فلما يعني طرقوا باب الجار جارهم فسألوا عما حصل، قال: والله أنا ظننتكم أنتم رحلتم. ولا يعرف، لا يعرف جيرانه، لا يعرف من الذي فتح الباب والذي يعني نقل الأثاث، ويبدو أن الذي نقل الأثاث يعرف أن هؤلاء قد سافروا. فتصوروا أن هذا الجار لا يدري من جاره، ولا يعرف أن الذين جاءوا وسرقوا ما هذا أنهم ليسوا من جيرانه. فمثل هذا كيف يمكن أن تطعمه؟ الذي لا تعرفه، اللي ما التقيت فيه، تلتقي به في الشارع أو في كذا ولا تدري أين يسكن، هذا من قطع العلائق، وهذا مخالف للشرع. نعم فيه مخالف، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يعني أين، يعني أين هذا العمل؟ يقول لك: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وين العمل بهذا للذي لا يعرف جاره؟ طيب أكرمه بالكلمة، من الإكرام أن تلقى أخاك بوجه طلق، وين هذا الإكرام؟ هذه مشكلة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال عن عبد الله المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقه أو مرقته، فإن لم يجد لحما أصاب مرقه. يعني إذا أكل
إذا أكل الطعام المرة القادمة إذا أراد أن يأكل إذا لم يجد شيئا من اللحم، لأن اللحم ها يعني يذهب، فيستطيع أن يجد المرق. قال وهو أحد اللحمين، يعني باعتبار أنه يعني من طعم اللحم الأول، لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف. وبالتالي لكن المسألة ليست الآن من أسباب ضعف هذا الحديث محمد بن فضاء، هذا محمد بن فضاء ضعيف، وقال عن أبيه وأبوه هذا أبو محمد فضاء هذا مجهول، ولم يروي عنه غير محمد بن فضاء. قال عن علقمة بن عبد الله عن أبيه، إيه لا هذا بس هذا هو محمد بن فضاء وأبوه محمد بن عمر بن علي المقدم صدوق. إذن علة هذا محمد بن فضاء وأبوه فهما ضعيفان. قالوا في الباب عن أبي ذر، وسيأتي معنا الشيخ. نعم قال هذا حديث غريب يعني ضعيف، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضاء، ومحمد بن فضاء هو المعبر يعني الذي الذي يتكلم في الرؤى يعبر الرؤى. وبعضهم انتقده في تعبيره أيضا فقالوا يعني هو محمد الفضاء كتعبيره، يعني هو تعبيره تعبانين. وقد تكلم فيه سليمان بن حرب وعلقمة بن عبد الله، هو أخو إيه نعم علقمة بن عبد الله هو أخو عبد الله المزني، هو أخو بكر بن عبد الله المزني. الآن سليمان بن حرب في بعض النسخ سلمان بن حرب، عندك إيش؟ سلمان. هو يبدو أن الأكثر كتب الأكثر الموجود هو سلمان بن حرب، فإن كان سلمان بن حرب فأنا لا أدري من هو، وإذا كان سليمان بن حرب فهو شيخ الإمام مسلم الذي إذا روى عنه عن كل قاعدة. كيف نعرف أنه سفيان بن عيينة إذا كان روى عنه مثل سليمان بن حرب، وإذا كان روى عنه مثل يعني هذه الطبقة فهو سفيان بن عيينة. أي نعم، فالظاهر والله أعلم أنه سليمان بن حرب، وإلا فسلمان يمكن أن يكون واحد من المشهور من المتكلمين في الرجال، وليس من الليش وليس من رجال التهذيبين. المتكلم في الرجال أو النقاد لا يشترط أن يكون من الليش من أهل التهذيبين، ولكن مع ذلك النقاد لا يشترط أن يكونوا أئمة، يعني ليس كل من روي عنه نقد فهو إمام، بل الضعاف نقل عنهم نقد، يعني هناك من النقاد من هو ضعيف في نفسه ولكن روي عنه إيش أنه انتقد، فهذا انتقد يعني هذا تكلم في سلمان بن حرب أو سليمان بن حرب. إذا كان سليمان بن حرب فهو ثقة، وإذا كان سلمان بن حرب فأنا ما أعرف من هو. ثم ذكر حديث أبي ذر الذي أشرنا إليه قبل قليل، وفي إسناد صالح بن رستم صدوق كثير الخطأ، لكن حديث صحيح لغيره. قال عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن أو لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طلق، يعني هذا الشيء الذي يملكه كل إنسان، من الذي لا يستطيع أن يبسط وجهه في النظر إلى أخيه؟ يعني ما ينبغي أنه كل ما تشوف كل ما لقي الإنسان أخاه أن يعبس في وجهه. الفرق بين اللقاء وبين يعني لا يشترط الإنسان يكون في طول الجلوس طلق الوجه، ما هو شرط، يعني من الناس من دائما يوزع ابتسامات وكذا ما لا مانع، بس هذا ما هو مطلوب. لكن اللقاء يعني إذا لقيت أخاك أن تتبسم في وجهه، وهذا هو الذي يطلبه منك أخوك. يعني كثير من الناس أول ما تلقاه تكون عبست وجهه، وفي أثناء اللقاء تضحك كل اللقاء، بيظل حط في ذهنه أنه إيش أنه في شيء، ليش لقيني بهذا الشكل؟ لكنك إذا لقيته بوجه الطلق وتحمست له كذا، وفي أثناء الجلسة صار عبوس، ما في مشكلة، بيقدر أنه في شيء صار. لذلك أفضل شيء للإنسان بالنسبة للقاء الإخوة أن يعني أن يكون أول ما يلقاهم ما يعبس في وجوه مهما كان، حتى لو كان بينه وبينهم خلاف، فإن هذه طلاقة الوجه السبب في إيش؟ في صلة الإخوان وتواصل الأحبة. الكلمة الطيبة زينة في المجالس، والوجه الطلق زينة عند اللقاء. أول ما تلقى الإنسان تبسم، تكلف البسمة، بس ما هناك من يتكلف البسمة وهناك من يتبسم التكلفة، بمعنى أنه هو يظهر للذي أمامه أني أنا بتبسم تكلفا، وهذا أسوأ من الذي يا ليته ما تبسم. واضح؟ تعرفون هذه البسمة المتكلفة
ها يعني تقول لك تكلف البسمة، يعني حاول تبسم بس مش تتبسم بطريقة، أنا ما أريد أن أكل يعني ما أحب محاكاة هؤلاء الناس، هذه البسمة اللئيمة، واضح؟ البسمة السمية هذه، يقول لك فلان يتبسم، فلان سماوي يتبسم يعني ملؤها السم، يا ليته ما تبسم. قال العلماء الإحسان على 3 مراتب، أعلاها بذل الندى، أعطاء، أن تبذل منك، أن تخرج من الجيب وتعطي. والثانية إذا لم تكن تملك ما تعطي فامنع ما تضر به، وهو كف الأذى، مهما حصل أن تكف أذاك تكف أذى غيرك. الثالث طلاقة الوجه، أن تصنع في وجهك فقط حركة التبسم، ما تحتاج إلى شيء، لا تحتاج إلى أي تكلفة، واضح؟ فالشاهد من كلامه هذه من إحسان، هذه من الإحسان، وهذه تأتي يوم القيامة من أسباب النجاة من النار، من أسباب النجاة من النار. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث، أنا ما أذكر الآن، يمكن الحديث يعني إذا يعني من يأتي يوم القيامة أنه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتق الله ولو بشق تمرة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أظن أن الحديث بهذا الشكل، فإذا كان هكذا كما ذكرته فهذا من أسباب أن يحجب الإنسان عن وجه النار. تخيل بسمة تقيك من النار، نسأل الله العافية والسلام. هناك من يبخل على نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل ويش عن نفسه. قال وقد رواه شعبة عن أبي عمران الجوني. هنا يعني الحديث عندنا من رواية صالح بن رستم أبي عامر الخزاز عن أبي، يعني يقصد هنا أنه هذا الراوي الذي فيه كلام هناك من شاركه شعبة، وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي عمران الجوني، يعني رواه عنه الطيالسي أبو داود مباشرة عن شعبة، رواه أيضا عنه الإمام النسائي، ورواه أيضا ابن أبي شيبة، وجمع يعني رواه عن شعبة عن أذان، وبالتالي فالحديث صحيح من طريق أبي عمران الجوني، واضح؟ إذن الحديث صحيح، هذا حسن صحيح، تفضل، أو حديث حسن، تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله. ما أدري إذا ذكرنا نحن حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا ذر إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، ذكرنا هذا؟ هذا من أدلة صحة الحديث أنه يا أبا ذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، هذا صحيح مسلم وغيره.
إذن هذا من يعني شواهد صحة حديث أبي ذر الذي أشرنا إليه قبل قليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الثريد. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنة عمران وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء بفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الباب عن عائشة وأنس: هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال: ما جاء في فضل، أو باب ما جاء في فضل الثريد. الأحاديث الواردة في هذا الباب منها ما جاء في فضل الثريد فعلا، ومنها ما جاء في فضل عائشة وتشبيهها بالثريد، يعني أن فضلها عالي لأنه مشبه بالثريد. وهذا التشبيه مجردا دال على أن الثريد في مكانة عالية. من يعرف حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة فإنه يعرف المقصود من هذا الحديث. ذكر هنا حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من الرجال كثير. وهذا الكمال البشري يمكن وجوده كثيرا. الرجال فيهم الأنبياء والرسل، فيهم الصديقون، فيهم الشهداء، فيهم العلماء، فيهم المجاهدون، فيهم المتصدقون إلى آخره. وتكتمل هذه الصفات عند بعض الرجال بحيث يكون نفس الرجل فيه النبوة والرسالة والصديقية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في بعض أنبيائه: إنه كان صديقا نبيا، إنه كان رسولا نبيا. فتجتمع هذه الصفات. طبعا كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وجاء في بعض الرجال غير الأنبياء بأنه صديق، ثبت الصديقية لغير الأنبياء. وكذلك الشهداء، قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كل هؤلاء من الناس من كان يجمع تلك الصفات كلها، فهو نبي رسول صديق شهيد صالح. موجود هذا ولا لا؟ ألم يقتل بعض أنبياء بني إسرائيل وهم الموصوف بأنه صديق ونبي؟ فالشاهد نبينا عليه الصلاة والسلام اجتمعت له هذه الصفات ولا لا؟ ها؟ كان عليه الصلاة والسلام رسولا نبيا، وكان صديقا، وكان شهيدا. ولا ما هو شهيد؟ كيف شهيد؟ هل قتل؟ نعم، لأن الصحيح أنه قتل بالسم، وإن تأخرت شهادته. يمكن للشهيد أن تتأخر شهادته بعد المعركة ولا لا؟ يمكن. هو حصل سوء قتله في خيبر، وبقي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي. فيه مثال لهذا؟ فيه مين؟ سعد معاذ قتل في الخندق، ولكنه لم يمت منها، ضرب في خندق في أكحله وعاش، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يمسكها عليه حتى يعني يشفي صدره من بني قريظة. وفعلا بقي حتى حكم هو في بني قريظة، وبقي إلى أن قتل آخر رجل منهم، فنظروا إلى خيمته وإذا بالدم إيش يسيل خارج الخيمة، فهو شهيد. فالشاهد من كلام أنه هذا كمال. فالرجال فيهم كمال كثير، لكن النساء الكمال فيهن أولا ليس كمالا مثل كمال الرجال في الجملة، ثانيا في العدد، يعني في نوع الكمال هو أقل، وفي عدد الكمال أقل. عدد في نوع الكمال ليس منهن نبي أو رسول. وما أرسلنا من قبلك إلا إيش؟ إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فجعل الرسالات، ذكر للرسل صفتين: الصفة الأولى أنه رجل فلا يكون من النساء، والصفة الثانية أنه من أهل القرى فلا يكون من أهل البادية. أهل القرى يعني المدن. طيب، إلا قال: ولم يكن من النساء إلا، لم يكن النساء يعني المرأة تكون
في رتبة عالية جمعت بين الصلاح وبين الكمال الخلقي والخلقي، يعني امرأة في خلقها تمام وفي خلقها تمام، وأما من الناحية الدينية فبلغت الذروة، يعني أعلى ما يقع للنساء من الدين. وأعلى ما وقع للنساء من الدين هي مريم ابنة عمران وآسيا بنت مزاح، أو آسيا امرأة عمران، آسيا بنت مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، أو آسيا امرأة مزاح في بعض الروايات. قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يعني هذه الكلمة تعني أن عائشة لم تبلغ منزلة مريم ابنة عمران وآسيا بنت مزاحم، أو آسيا امرأة فرعون. واضح؟ لو بلغت منزلتهن لقال ومريم، عفوا عائشة، ما قال هذا. هذا دال على أن هذه الرتبة لم تصل إليها عائشة رضي الله عنها. الكلام الآن في الرتبة بالنسبة للمنزلة الدينية وما حصل لها من بلاء في دينها. الآن التفاوت قد لا يحصل، يعني هناك أشياء قد لا يتسنى الإنسان أن يحصل له. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حصل على منزلته التي حصل عليها باجتماع ما له من الفضائل والمآثر والمناقب، لم يحصل له ما حصل له فقط بالرسالة. في الرسالة كثير من الناس كانوا رسولا قبله، يعني الرسل قبله كثير، هناك أكثر من رسول قبله، عشرات، يعني نبي مئات أو أكثر، الصلاح موجود كثيرا يمكن ملايين، الشهادة كثير، التكليم حصل لموسى، الخلة حصلت لإبراهيم إلى آخره. أنه ابتلي في نفسه، كثير منهم ابتلي، أيوب ابتلي في بدنه، أنه ابتلي في ولده، إبراهيم ابتلي في ولده، ويعقوب ابتلي في ولده وغيرهم، أنه يعني عاش جزءا كبيرا من حياته فقيرا أو عاش كالفقير سبقه غيره، أنه وجهاده، هناك من عاش أطول من النبي صلى الله عليه وسلم عمرا، دعوته، نعم هو تميز على الأنبياء بأشياء، يعني خصه الله عز وجل ببعض، فضل على الأنبياء بأشياء، ولكن الأشياء التي شارك فيها الأنبياء هو ليس مختصا بها وحده، هم شاركوا فيها، لما اجتمعت له كل تلك الأشياء صار محمد صلى الله عليه وسلم لا يقاربه أحد من الأنبياء، لا يقاربه أحد من الأنبياء. أحيانا الفعل معين يرفع الإنسان درجة لا يستطيع أحد أن يصلها أبدا، لكن هذا في الفقه في التعامل مع الله. الآن في هذه الأمة يمكن واحد الآن يصنع صنيعا لا يستطيع أحد بعده إلى يوم القيامة أن يفعله، لكن من الذي يبحث عن هذا النوع من الصنائع؟ يعني خليني أضرب لكم مثالا، النبي عليه الصلاة والسلام هو واحد من الأنبياء، وكل الأنبياء كل واحد منهم له دعوة لابد من الاستجابة لها، ما فيها لا تأخير ولا شيء، مع أنه دعاهم مستجاب، بس كل واحد أعطي دعوة مستجابة، وكل الأنبياء دعوا بدعوتهم، ونبينا عليه الصلاة والسلام اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، وهذه الشفاعة منها الشفاعة العامة ومنها الشفاعة لكل من في الموقف، شفاعة أنه أول ما يؤذن بالشفاعة له. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أول شفاعة يشفعها في كل أهل الموقف أنه يبدأ الحساب، كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الزكاة. فيفصل الله، فيجيء الله لفصل القضاء ويحمده أهل الموقف كلهم. وذكر هذا الحديث الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى وتهجد به نافلة ومن الليل تهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يعمل عملا يعني يكون سببا في الخير لكل الخلق، يعني ما من أحد خلقه الله من زمن آدم إلى أن تقوم الساعة
إلا ويحصل على شيء من الخير بسبب كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يمكن أن يفعل هذا أو يشارك؟ لا يستطيع. واضح؟ كذلك دعاه لنبي لأمته ودعاه وهو سبب في بداية الشفاعات لبقية الأمم. فالشاهد من كلام حتى واحد يقول والله ليه طيب ليش عائشة ما تكون، نقول هذه قضايا قد لا يتسنى للإنسان بعض الأعمال وقد لا يحصل له بعض البلاء الذي حصل لغيره فلا يصل إلى درجته. واضح؟ لكن في نفس الوقت هي بالنسبة لبقية النساء حب النبي صلى الله عليه وسلم لها وفضلها كفضل الثريد على سائر الطعام، فهو مقدم مفضل. بعض الناس يقول لك طيب يمكن الثريد ما يكون مفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أصحابه في حديث ابن مسعود قال له كيف أنتم أو أبشروا فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالثريد ويراح عليه بالثريد. فقالوا يعني نحن يومئذ خير أم اليوم؟ فقال بل أنتم اليوم خير. المقصود من الكلام أنه هذا بالنسبة للصحابة كان إيش؟ كان شيئا كبيرا، أنه يعني من الصبح بتأخذ الثريد وفي المساء يأتيك الثريد، هذا إيش؟ من أفضل الطعام. قال وفي الباب عن عائشة وأنس كلاهما شاهد. الأول عائشة اللي هو في السنن، سنن النسائي، نعم، وأنس وسيأتي معنا في كتاب المناقب الترمذي إن شاء الله تعالى وفي الصحيح. طيب الشاهد من كلام أنه مسألة هذه المسألة تدل على فضلها رضي الله عنها وعلى فضل الثريد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.